هل يجوز لي أن أصافح قراباتي من غير المحارم إذا كانت أعمارهن في الستين؟ السائل رجل. نعم. السائل الرجل لا يصافح النساء التي ليست من محارم، ولو كانت كبيرة، لو كانت 60 أو 70 أو 100 ما يصافحها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء في البيعة، كان يبايع النساء بالكلام ولا يصافحهن. قالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يده يد امرأة لا تحل له قط. فلا يجوز للرجل أن يصافح المرأة التي ليست من محارمه ولو كانت كبيرة. نعم.